الصهرانيين دول بنات بعد 2005 قال تخسر 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 والحساب هتخسر. طب الاول قولي لي ان ده برشا ماشي اوكي يعني بارشا بروهان يعني أنا الناس بيشتري هتسلف لك ازاي؟ بتقولي الكلام ده ليه؟ بقول لك اعتبره عنه وانا بجد و مش هقدر لا اجيب بارشا الاول عشان الميديا اللي فينجرز هم اللي في انفكشن اللي في الباقي اللي مش مرمى صباح يعني ممكن تتسلف. طب لو الاربع صوابع في الوقت في الانفكشن في صباح اول حاجه الاستوارز الموجوده عند الايفو. ثاني حاجه الاندر نيرف بارادوكس ان التستا للفاريكس فيها اكستنشن مش فيكشن عشان الميديا الباور بتاع الفيكشن بتشتغل مهندس مضروب فبالتالي هو عشان هو متخرج الاول غير هو ايه هتبقى عنده اكستنشن في الاسم في فارس شعر يا دكتوره قول حصل اوكي اول حاجه حصل سكورز هو عنده تو سكورز واحده ميديان دي باي برايمري انتنشن الثانيه لاترال دي باي سكندري انتنشن بعد كده في الاول هم صار كل قد ايه المهم بعد كده هفصل النيوروما ما بنعملهاش في الكلينيك كان السبب ان التنت ساين دي ساين في فلو اب وانت اول مره تشوف الكلام فلو اب دور على النيورو احس ماشي ايه صح ده
برضو ايه هو فين. بعد كده بس عايز حضرتك تعمل ايدك تاني عامله كده فعشان كده هو عنده بشره كمان اللي سواعده مش عارفه ما فيش ليه ايه مش عارفه فيها طول كده Thank you.